صورت فيديو انا اللي تضربت في شنايبيرج قدام المالتايزر قدام الناس اللي تخدم غادي ككل، فهمتني؟ حتى باش امبيلونس يطلبوها لي مثلا ما طلبوها ليش. في الوقت ذاك ما فماش حتى بوس، ما الوقت نتاع البوس وافي جاهم، حتى يشيرنا في الصحراء في اخر الدنيا، فهمت؟ رغم اللي عندي زوج صغار ورغم اللي انا حبنا معناتها مازال لي شهر ونص ونولد ولا اقل من شهرين، فهمت؟ الحكايه كامله ما فيها انه انا شفت قديش من تونسي يتعرض للاهانه وقديش من تونسي يتعرض للضرب قدام الناس عادي جدا، فهمتني؟ حتى كان انت جاء معناتها الراجل هذاك عامل حاجه ولا مشي معاه بالقانون، فهمت؟ من غير ما تزله من غير ما توصل طايح له من قيمته، خاطر بشر ما واش كلب. سخفني الراجل، انا ما وصلت عملت حتى شيء، جيست اني انا صورته باش ياخذ حقه، فهمتني؟ قالوا لي نحي ما تصورش، قلت لهم لا باش نصور، قالوا لي نحي ما حبيتش نحي. جاتني العونه هذيك اللي في وسط الفيديو ضربتني بالمطرقة على جنبي، فهمت؟ وجيني العونه معاها دزني في الدروج، عندي شهاد من مختلف الجنسيات، فهمتني؟ شيشان تشيكيين كل اللي موجودين في الهيمن، الكل جزيريين مغاربه تونس، الكل فهمت؟ عندي شهود والناس كلها طلعت، قالت لهم احنا ما احناش في غوانتانامو، على كيفاش تضربوا المراه وكيفاش كذا، فهمت؟ هزوه العون هذاك ما ظهر الجمله، فهمتني؟ ما كنت صغاري طاشت من يدي كبت في القاعه، فهمت؟ انا شفت انسان، انا بشر كيفي كيفه، حتى كان ما جاش تونسي راني باش نسخف ونحن عليه. و1500 وضعيه كان احنا جالسين تحت الصباط، علاش ما نعرفش؟ حقوقنا كلها مهضومه، فهمت؟ ابسط مثال احنا قاعدين يعني الواحد الظلم يرى فيه كل يوم لهنا، ما فما حتى حق، حتى المالتايزر كلهم يتفرجوا اللي يخدموا غاديكية، فهمتني؟ باش يطلبوا لي حتى امبيلونس، لا ما طلبوليش ليله كامله حشكم نرجع ونجي نرجع وراسي في التواليت، فهمتني؟ وموجوعه واصلا البوس الوقت نتاعها وفاء، ما نجمش نمشي خاطر طايشيننا في اخر الدنيا في شنايبيرغ في بلاصه صحراء، حتى كي توصل يصب الثلج ما نجموش نتعديو حتى الماركاتو باش نوصلوا نقضيو، فهمتني؟ باش نوصل انا نمشي للسبيطار، والسبيطار في اوا يلزمني ناخذ له زوج بوسات، هذاك علاش انا مشيتش للطبيب. وانا ما يعني حتى كان وصلت صورت حاجه وانت تعمل في واجبك، شنو اللي خايف منه؟ كانك انت ما جيتش غلط، شنو اللي خايف منه؟ وانا سخرني الراجل هيك علاش هزيت التليفون نتاعي وصورته، ما لا وصلت لا دزيت حد لا كلمت حد لا تعديت على حق حتى واحد، فهمتني؟ وما مش ممنوع، جا ظهر لي التصوير هدايا هايم والهايم نعيش فيه، فهمت؟ وكهو حبيت نوضح انا الحكايه اللي صارت، وانا حكيت عليها بالموضوع الكل، وكما قلت لكم انا عندي شهود ومستعده نمشي مع وين صارت الموضوع هذايا في وسط شنايبيرغ في الهايم هذايا، ونخرج الشهود اللي غاديكيه كما قلت لكم من مختلف الجنسيات، وهذه هي الحكايه.